ربنا يوفقهم. خلينا نهدي شويه استديو طايره للسيدات ونطلع لبولندا لتليفون مهم لمدير جهاز الكره الطايره بالنادي الاهلي والاستعداد فريق الكره الطايره بالنادي الاهلي للبطوله الافريقيه للرجال. هنتابع كل الفرق بتاعتنا في كل الاماكن. معانا سياده اللواء خالد ابو زينه مدير الفريق. كابتن خالد مساء الخير. مساء الخير يا كابتن خالد، ويعني فرصه جميله ان انا اتكلم قبل ماتش جميل عندك يدينا دفعه كبيره قوي 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 يا رب. فوز السيدات النهارده يدي دفعه كبيره جدا لفريق الرجال، وده كلام احنا السنه اللي فاتت حضرتك البنات عملوها في مصر واحنا كنا في معسكر بولندا برضو. الحمد لله. كنا دفعه كبيره جدا 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 جدا. طيب انا برحب الاول بحضرتك وبرحب كابتن ساره وكابتن يسرى عبد الكريم وكابتن انشي، وبتمنى التوفيق ان شاء الله لفريق السيدات يا رب. خلينا بقى يعني طبعا كلنا بنتمنى التوفيق لفريق السيدات، لكن عايزين نطمن من حضرتك على اخبار ولادنا واخبار معسكر بولندا والاستعداد للبطوله الافريقيه للكره الطايره رجال. والله يعني هديك كده نبذه بسيطه جدا من انتهت من مباراه الكاس. مصر وصلنا عليه يوم 19 في مباراة الساعة 6 في استاد القاهرة، وانتهى بفوزنا الحمد لله. الحمد لله. حضرتك بعديها بست سبع ساعات كنا في المطار، اتحركنا على المانيا. قعدنا ترانزيت حوالي اربع ساعات ونص، وبعد كده اتحركنا على كانداسك اللي هي مدينة تبعد عن اولشتين اللي احنا قاعدين فيها حوالي 120 كيلو. كان اليوم ده الراحة بتاع الفريق. تاني يوم على طول ابتدى التمرين، وابتدى التمرين شاق شويه مع الكابتن محمد مصيلفي المدرب الجميل. بدا بتمرين سك عضلات، وابتدينا بجيم وتمرين صباحي وتمرين مسائي. وبعديها اتفضل يا كابتن خالد. احوال المعسكر الحمد لله، شايف ان انت مبسوط من المعسكر، لكن طمنا على المباريات او المباريات للفريق في بولندا. لعبتوا كام مباراه وعملتوا ايه يا كابتن خالد؟ احنا لعبنا حضرتك مباراتين، المباراه الاولانيه والثانيه مع نفس الفريق، واخد بال حضرتك. الفريق كون بيلعب بلاي اوف حضرتك، وهم طلبوا ان يبقوا المباراتين ورا بعض طبقا لنظام البطوله عندهم. الماتش الاولاني حضرتك كان يبعد عن اولشتين حوالي 70 كيلو، وهم اتحركوا معانا لان كان عمده المدينه اللي احنا رحناها حضرتك هو اللي استضاف التاهيلين يلعبوا الماتش عنده. جمهور كان طبعا مش عايز اقول لك حضرتك الجمهور هنا كان عامل ازاي، جمهور كبير جدا يعني بشكل مش طبيعي، واستقبلونا استقبال حافل جدا. الحقيقه الماتش ده هم استطاعوا ان هم يكسبوا 3-1، وبعد ما خلصنا عملوا لنا دعوه على العشاء ونزلوا معانا اولشتين. لعبنا تاني يوم في اولشتين اللي هي المدينه بقى بتاعتهم حضرتك، بس المدير الفني شرط علشان انت عارف احمال التدريب ان هو طبعا اربع اشواط فقط. كابتن خالد كابتن خالد الروح المعنويه، عرفنا ان في ماتشات كويسه ما شاء الله، تمام المعسكر تمام، طمنا على الروح المعنويه للفريق، ولو في اصابات او حاجه ربنا يبعد عن كل اللعيبه الاصابات يا رب. لا والله هي حاجات طفيفه جدا بالنسبه للاصابات، يعني شد عضلي بياخد راحه نص يوم عن التمرين، بيتعمل له جلسات معنا الدكتور هيثم طبعي عامل كل الواجب معانا في العلاج الطبيعي بتاعنا. الروح المعنويه مرتفعه جدا، وخاصه ان هم كابتن خالد عايز اوصل لك واوصل للنادي الاهلي واوصل لرئيس مجلس اداره النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب واوصل لاعضاء مجلس اداره النادي واداره النشاط الرياضي ان هم عايزين عندهم اصرار كبير جدا ان هم يحصلوا على الثلاثيه زي العام الماضي ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن خالد. جدا اتفضل. يعني مش عايز اقول لحضرتك، يعني مش عايز اذكر اسامي، لكن روحهم المعنويه
تعتبر عاليه بشكل مش طبيعي. الحمد لله يا كابتن خالد، اطمنا وطمنا جماهير النادي الاهلي عليكم ان شاء الله باذن الله لما توصلوا مصر باذن الله معاكم ووراكم كل الناس من مجلس اداره النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي وكل الناس ورا فريق الطايره ان شاء الله لحصد جميع البطولات السنه دي. بشكرك سياده اللواء خالد ابو زينه من بولندا.